Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Rajif Wafi. Jitu min faslil A. Wa ana min kismi ta'lim lugha al-arabiyya. Al-an sa'akussu ilaikum min al-qissati al-jayyidati. نعم ذلك القصة بالموضوع مسابقة الطيور ذات يوم تجتمع الطيور وتقرر أنه يجب أن يكون لها ملك الأسد huwa malikul hayawanati allati tamshi alal ardh lakinna tuyura turidu an yakuna laha malikun khasun biha tajtami'u jami'at tuyuri wa yukarriruna man sayakunu al malik. سأل الأسد الطيور كيف تختار الطيور من يكون الملك؟ تفكر الطيور بتفكر شديد لكنها لم تجد الطريق الصحيح في الواقع أراد النسر أن يقترح أن يكون لملك الطيور القدرة على الطيران عاليا يدرك النسر أنه طائر يمكنه الطيران عاليا ومع ذلك لم يكن يريد أن تعتقد الطيور الأخرى أنه هو نفسه يريد أن يصبح ملكا فقال البياغاء الملك يجب أن يكون هو لأنه مع صغار فهو ذكي جدا قالت الأندلب اقترحت مسابقة جنائية لكنني طائر يمكنه البناء جيدا إذا كان البناء مطلبا فسأكون الملك نحتاج إلى طريقة عادلة لتشغيل هذا السباق بما أن الله أعطانا أجنحة أقدره أن يكون الطائر الذي يطير من أعلى ملكا بسماع هذا الاقتراح كان النسر سعيدا جدا إنه يعلم أنه الشخص الذي يمكنه الطيران إلى أعلى قال نعم أعتقد أن هذا هو أفضل طريق قال البياغاء نعم أعتقد أن هذه الطريقة جيدة جدا من يطير إلى أعلى يجب أن يكون مستعدا ليصبح ملكا ثم بحركات سريعة وخافية طار البياغاء إلى ظهر النسر لكن النسر لم يلاحظ ذلك البيغوات خفيفة جدا حتى أن النسر لا يعرف أن البيغاء على ظهره طار النسر عاليا وعاليا في السماء عندما تأمر جميع الطيور يقولون لأن النسر يطير أعلى ثم سيصبح النسر ملكنا ثم رأوا البيغاء على ظهر النسر قالوا أيضا لا
اتضح أن البيضاء يطير أعلى. البيضوات هي أذكى الطيور، وفي النهاية توجهوا البيضوات ليكونوا ملك الطيور الجديدة. نعم نعم، شكرا إليكم جميعا، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.